كل عام وانتي بخير يا سلامة. وكيف تحضيراتك ويا سعيد الحج؟ أوه. العام اللي طاف الحجاج كانوا تقريباً مليونين، بالإضافة إلى 6 ملايين معتمر على مدار العام. واو. ومع كل هالحجاج من كافة أنحاء العالم، ضروري يا سلامة أخذ التطعيمات اللازمة. هي. مثل تطعيم الحمى الشوكية أو التهاب السحايا، لأن هذا المرض خطير ومعدل الوفاة فيه بين 8 و15%. التطعيم يأخذونه قبل 10 أيام من السفر، ومفعوله يستمر 3 سنوات. كل الأحوال دوم ننصح بمراجعة الطبيب قبل السفر. الحجاج اللي يتبعون نظام غذائي يستمرون عليه، واللي يأخذون أدوية لازم يكون معاهم الكميات الكافية، وبعد يدونون بوضوح على بطاقة أسماء الأمراض والأدوية وعدد جرعاتها، ويفضل لبس سوار على المعصم مكتوب عليه بوضوح الحالة الصحية، وبعد التواصل مع طبيب الحملة عشان يكون عارف وقادر على المساعدة. الأفضل يكون مع الحاج حقيبة صحية فيها مثلاً جهاز فحص ضغط الدم وفحص السكري، أدوات تعقيم الجروح، دواء خافض للحرارة، ومسكن للألم. كل عام وأنت بخير، وعساكم دوم صحة وسعادة.